أقيم تحت رعاية صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان الاحتفال بتكريم الوحدات الحاصلة على المراكز الأولى في برنامج اختبارات وتقييم الجاهزية القتالية والإدارية لعام 2018 ميلادية. وقد بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها قدم اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات إجازا عن برنامج اختبارات وتقييم الجاهزية القتالية والإدارية لعام 2018 ميلادية. ثم تفضل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بتكريم الوحدة الفائزة بالمركز الأول وهي القوة الخاصة الملكية، وهنأ صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين الوحدات الفائزة في برنامج اختبارات وتقييم الجاهزية القتالية والإدارية لعام 2018 ميلادية. بعدها تم رفع راية القوة الخاصة الملكية الفائزة في برنامج اختبارات وتقييم الجاهزية القتالية والإدارية 2018 ميلادية. وأضاف صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أنه بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، ستظل هذه القوة مستمرة في أداء واجبها المقدس بالذود عن هذا الوطن العزيز برا وجوا وبحرا، وبالجهود الدؤوبة والمستمرة للرجال المخلصين بقوة دفاع البحرين، مثمنا معاليه دورهم المخلص في حمل المسؤوليات الهامة الموكلة إليهم على مختلف المستويات الوطنية والخليجية والإقليمية وفي مختلف ميادين التضحية والشهادة. حضر الاحتفال اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة واللواء الركن عبد الله حسن النعيمي المفتش العام وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.